قبل ما نبدا مع حضراتكم اخبار وفقرات صباح الخير يا مصر، خلونا نصبح على ليندا. ليندا صباح الخير عليكي، كل سنه وانت طيبه، واخبار الجو ايه؟ صباح الخير يا جمانه. صباح الخير يا حسام. صباح الخير. الحقيقه يا جمانه لحد يوم السبت في استقرار في درجات الحراره، ولكن بدايه من يوم الاحد هيبقى في ارتفاع طفيف في درجات الحراره. ليه ارتفاع طفيف؟ حسام هيزعل قوي. خلصنا من موضوع الارتفاعات في درجات الحراره ده، يعني في بعض التقلبات كده، بس ان شاء الله ترجع تنخفض بالتاكيد تاني. ان شاء الله. اتفضلي يا ليندا. اتفضلي. صباح الخير عليكم مشاهدينا، خلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. بتستمر معانا الاجواء الخريفيه على الانحاء كافه، والطقس النهارده مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربيه وجنوب سيناء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، وأعلى درجة حرارة في أسوان 35، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 26. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية. دلوقتي هنرجع لحسام وجمانة عشان يبتدوا فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا جزيلا يا ليندا.